ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكون أحوالكم جيدة وعلى خير. كما عودتكم دائما وصفات رائعة وسحرية للعناية بالجمال وكذلك بالبشرة. اليوم سأقدم وصفة فعالة جدا في تبييض البشرة وتبييض الجسم، تعطي نضارة للوجه. يمكن تبييض أي مكان بها في الجسم إذا كان لديك اسمرار أو تصبغات أو حروق الشمس في أي مكان، فهذا الكريم يزيلها نهائيا. فنحن سوف نصنع كريم تعطي نتائج من الاستعمال الأول. أيضا تغلق المسامات الواسعة، ويمكنك استعمالها كماسك أو قناع مغذي وغالق للمسامات قبل وضع المكياج، وهي مهداة للعروس. يمكنك استعمالها أسبوع قبل عرسك ولن تصدق النتيجة، فعالة جدا. إذن على بركة الله، ما نحتاجه لصنع الوصفة مكونات جد سهلة. تحتاجون إلى النشا، النشا أو ما يسمى بنشا الذرة، أيضا يسمى بالميزنا، وهو مبيض ومفتح للبشرة بدرجة أولى، يزيل تصبغات وحروق الشمس، وهو يعمل كمقشر طبيعي ومنظف لكل الأوساخ العالقة في المسامات. نحتاج أيضا إلى ماء الورد. ماء الورد هو فعال جدا في غلق المسامات، يسد المسامات. يمكنك أن تستعمليه كتونر لوجهك. أيضا سوف نحتاج إلى الحليب، والحليب فعال جدا في التبييض لأنه يحتوي على حمض لاكتيك، وهو يبيض تبييض فوري بسرعة. الآن طريقة التحضير. نأخذ إناء يوضع فوق النار، وسوف نضع فيه ملعقتين من النشا، بهذا الشكل. ثم سوف نضيف ملعقتين أو ملعقة واحدة كافية من ماء الورد، ثم سوف نضيف كأس من الحليب، ونضعه فوق النار، ونقوم بالتحريك حتى لا يلتصق أو يحترق الخليط. يجب طبعا التحريك دائما حتى يصبح قوامه متماسك قليلا مثل المهلبية، ولا تتركوها كثيرا فوق النار، بعد ذلك تتركونها تبرد. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم.
إذن يصبح بهذا الشكل بعدما تزيلونه من على النار، عبارة عن كريم، ويجب أن تقوموا بالتحريك بسرعة وتقوموا بوضعه على نار جد هادئة كي لا يحترق. بهذا الشكل. إذن هذا هو كريم التبييض الفوري، رائع جدا هذا الكريم وفعال. سوف نقوم بتفريغه في إناء بهذا الشكل. إذن هذا هو كريم التبييض، يصبح بهذا الشكل. الآن طريقة الاستعمال لهذا الكريم المبيض. بعد تنظيف البشرة جيدا بالمنظف اليومي تضعون هذا الكريم، ومن أفضل أن تضعوه في الليل قبل النوم وتناموا به حتى الصباح، وفي الصباح تغسلون وجهكم بالماء البارد أو الماء العادي، ولن تصدقوا مدى بياض بشرتكم. صدقوني هذا الكريم فعال جدا في تبييض البشرة وإزالة البقع أيضا وكل التصبغات، وخاصة حول الفم. إذا كانت بشرتك حساسة يمكنك إضافة القليل من زيت اللوز لهذا الكريم، بعد صنعه تضيفينه في الأخير. طبعا إذا كانت بشرتك حساسة وجافة، إذا كانت بشرتك عادية فيمكنك استعمال هذا الكريم بطريقة عادية. لا تخافي، يعطي تبييض فعال جدا، هذا أقوى كريم للتبييض الفوري. إذا كانت هذه هي وصفة اليوم وكريم التبييض الفعال. داوموا صديقاتي على هذا الكريم لأن نتائجه فعالة وفورية. كما قلت يمكنك استعماله قبل وضع المكياج، فهو يبيض البشرة، يجعل المكياج يثبت على بشرتك. فعال جدا، كما رأيتم مكونات جد سهلة، يمكنك صنعه لوحدك في المنزل. لا تنسي أيضا الترطيب دائما بعد كل وصفة. يمكنك اتخاذه ككريم الليل الذي تستعملينه ليلا، وفي الصباح تغسلين كما قلت وجهك، تنامين به، فلا ضرر في ذلك أبدا. يمكنك تطبيقه بهذا الشكل على الوجه، فعال جدا، وأنا أنصح به كل فتاة. يطبق بهذا الشكل على بشرة الوجه، على بشرة العنق، أينما تريدين التفتيح. يمكنك أيضا تفتيح المناطق الحساسة بهذا الكريم، فهو رائع جدا. إذا كما قلت يمكنك أن تنامي به حتى الصبح وتغسلين وجهك، سوف تحصلين على إشراقة ونضارة لا مثيل لها، صدقوني. إذا كانت هذه هي وصفة اليوم وكريم تبييض الفوري المنزلي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وشير لإفادة غيركم. تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وصديقاتكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.